يتقدم الآن باتجاه المنصة مربع القوات الخاصة. يقود الآن محمد لمين يتكون طلبة المنصة اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. القوات المشاركة في الاستعراض جاهزة للتفتيش اللواء سيدان علي المشرف العام على مراسم الاستعراض. جاهزة للتفتيش اللواء سيدان علي مربعات الخيانة العرس الجمهوري
للأمة. القوات البرية. قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. قوات البحرية. ورنبع الترك الوطني. المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات. المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. المديرية المركزية للعداد. مديرية الإشارة وأنظمة المعلومات الحرب الإلكترونية. المديرية المركزية للصحة العسكرية. الأمن الوطني. المديرية المركزية للصحة العسكرية. الحماية المدنية. الجمارك. الحماية المدنية. مربعات القوات الخاصة. الجمارك. مربعات القوات الخاصة.
النشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين في هذا اليوم الخالد المجيد، وأمام هذا المشهد المهيب لجزائر الفخر بأمجادها والوفاء لشهدائها، أتوجه إلى شعبنا الأبي بالتحية والتهنئة، ونحن نضفي وجها استثنائيا على إحياء الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية في وقت وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل. وإنه لا يجدر أمام هذا المشهد المهيب أن نجدد تقدير الأمة لدرع الجزائر، جيشنا الوطني الشعبي حامي اللواء جيش التحرير، الذي نشهد معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة. إن هذه اللحظات لعميقة المغزى، والشعب الجزائري يقف على ما وصل إليه جيشنا العتيد من احترافية وتحكم عالي في العلوم والتكنولوجيا العسكرية، وهي لحظة تحمل إلى جانب ذلك معاني الوفاء
لشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة. إنه جيش متلاحم مع الشعب يزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة، ويزداد تمرسها اقتدارا لما يتحلى به الضباط والجنود وكافة المستخدمين والمنتسبين إلى الجيش من وطنية والتزام. وإنني في هذه اللحظات لا شد في هذه المناسبة على أيدي الأشداء المرابطون على الحدود ونسور العلا في أجوائنا وحفظة رياس البحر الأمجاد. وفي هذه السانحة أؤكد من جديد أننا جميعا ومهما كانت مواقعنا ومستويات مسؤوليتنا، مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون، دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيام التضامن، ويتجذر فيها الشعور بالواجب الوطني. فلنجعل من ذلك قناعة في ضمائرنا وغاية نبيلة لمساعينا، ولنجعل من أيامنا التاريخية محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة، ولنتخذ منها معالم مرشدة لخدمة وطننا المفدى وشعبنا الأبي. وهنيئا لنا هذا العيد، شعلة المجد في سماء الجزائر ومنارة العزة على أرضها الطاهرة. وأختم بالتشكر الجزيل والعرفان لكل ضيوفنا الكرام الذين أبوا إلا أن يقاسموا معنا الأفراح في هذا العيد المبارك، عيد احتفاء بستينيا لاستقلال الجزائر واسترجاع سيادته. وبالمناسبة أعلن رسميا عن بداية الاستعراضات العسكرية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سيبدأ الجزء الجوي للاستعراض بتشكيلات تزين السماء وتزرع الشموخ في أرض الأبطال. لقد اجتمعت أكثر من 100 طائرة ومروحية في أجواء منطقة الاستعراض بالجزائر العاصمة لتحلق في أنساق منسجمة طراز راق من التحضير القتال العالي والتحكم في التكنولوجيات الحديثة ومنظومات الأسلحة المتطورة. ستجسد هذه الأنساق المتعاقبة القدرة القتالية والعمليات العالية لقواتنا الجوية والمستوى الراقي في مجالات التدريب والتحضير القتالي لصقور الجيش الوطني الشعبي، ومدى تحكمها في هذه الوسائل الجوية التي تمتلكها بلادنا والتي تسعى جاهدة لاستتباب مقومات الأمن والسلم في العالم وفقاً لما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة المعتمدة. هكذا البك للموند كامل وكتبوها باللي قنوات أجنبية تنقل في الحادث. والله رؤساء انت راهم من هنا، مستحيل رئيس تاع الدولة يجي القناوة تاع بلاد هذا ما ديرش بالبنهاكة. جيت بابها هذا وكان موضوع
يتقدم الاستعراض الجوي تشكيل لست طائرات للتدريب القاعد والمتقدم من طراز لام 39 لتزيين سماء العاصمة بألوان الراية الوطنية رمز الهوية والاستقلال والانتماء لهذا الوطن المفدى. شوف هذه الأولى وبعد احنا وبعد ما قاليتي لا اللي جات يؤديه نصور الجو لشاوس وفاء منهم للعلم الوطني رمز الأمة ووحدة الشعب وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار. نحن سادة الجو دروع الوطن، فلا راية تعلو فوق رايتنا في هذا البلد الطاهر، ندافع عنه بقلب شجاع ونفس نبية شامخة شموخ وطننا المفدى. يليه تشكيل جوي تتقدمه طائرة للتدريب المتقدم لطيران النقل من طراز سين 90 بألوان العلم الوطني مرفوقة في انسجام عال بطائرتين من طراز نمر لام 39 الموجهتان للتدريب القاعد والمتقدم. يؤديه صقور الجو بأعلى قدر من الانسجام في الأداء والاحترافية العالية في التنفيذ. في الأجواء الآن تحلق ثمان طائرات للتدريب المتقدم ولإسناد النار للقوات من طراز ياك 130 في تناسق وانسجام مثالي لتجسد تجسيد التغطية الجوية في استعراض لقدراتها العملية الراقية وتعدد مهامها القتالية. باحترام المسافات وتوقيت الظهور يتقدم أمامكم تشكيل لثلاث طائرات للنقل التكتيكي سين 130 بمحرك مروحي والموجهة للدعم اللوجستي للقوات الإسقاط الجوي للقوات والمعدات ضمان مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الصحي. يؤديه أشاوس الجو تجسيداً للتحكم والاحترافية في الأداء ميزة قواتنا الجوية في تنفيذ مهامها نهاراً وليلاً وفي كل الظروف. يتواصل الاستعراض الجوي في أجواء العاصمة بتشكيل ثلاثي بطائرات النقل التكتيكي تتقدمه طائرة من طراز سين 130 وطائرتين سين 295. يؤديه صقور الجو لتجسيد الدقة العالية والمرونة الكبيرة في التنسيق والتنفيذ.
مع الاحترام الصارم لمقاييس أمن الطيران. عبور يجسد المهارة العالية للأطقم وقدراتهم الراقية في التنسيق والتحكم في الوسائل الجوية وتجهيزاتها الحديثة. يليه تشكيل جوي مكون من 3 طائرات استطلاعية متعددة المهام من 1900 أمامسة الموجهة لمهام الاستطلاع الجوي والمراقبة الجوية. عبور يجسد التنسيق العالي بين الأطقم والسيطرة الجوية المحكمة لنجوى في المجالات السيادية الوطنية. في أجواء الاستعراض يحلق أمامكم في انسجام عال سرب ل3 طائرات للنقل من طراز 350 الموجهة لضمان الاتصالات الجوية، البحث والتصوير الجوي وتنفيذ المهام الخاصة للنقل. ينفذها أسياد الجو بأعلى قدر من التنسيق والاحترافية بنفسية متحفزة ومتشبع بروح المسؤولية وحس الواجب حيال وطننا المفدى. تشاهدون في سماء الاستعراض تحليق طائرة للنقل التكتيكي إليوشين 76 الموجهة لنشر القوات، الإسقاط الجوي للقوات والمعدات، الدعم اللوجستي للوحدات ومهام الإخلاء الصحي. طائرة أثبتت من خلال مهامها المنفذة قدراتها العملية العالية مع ضمان السرعة والفعالية في تنفيذ المهام الموكلة وفي كل الظروف. خلال هذه المرحلة سيستعرض أشاوس الجو أمامكم عملية التزويد بالوقود جواً لطائرتين للدفاع الجوي سوخوي 30 من طرف طائرة التموين إليوشين 78، كما تضمن طائرتان مقاتلتان من طراز سوخوي 30 وفي نفس التشكيل عملية المراقبة الجوية لهذه المهمة، حيث يبرز هذا التشكيل قدرة طائراتنا المناورة على التحليق والمكوث أكبر قدر ممكن من الزمن في الجو بعد التوغل في عمق العدو وضرب مؤخراته وتدمير قواعده. بتنسيق وانسجام عال تنفذ أمامكم طائرة التموين إليوشين 78 عملية التزويد بالوقود جواً لتشكيل جوي مكون من طائرتين للاستطلاع الجوي سوخوي 24، وفي نفس التشكيل وباحترافية عالية تشاهدون تجسيد 4 طائرات للقصف سوخوي 24 لعملية التزويد بالوقود جواً. هذه الاحترافية في التنفيذ هي ثمرة تكوين نوعي وتحضير جاد ومتواصل للأطقم وتحكم عال في المنظومات والمعدات المتطورة. يختتم النسق الأول للاستعراض الجوي بتشكيل من رباعية من الطائرات المقاتلة تتقدمه طائرة للقصف سوخوي 24
لتجسيد عملية التزويد بالوقود جوا، وطائرتان للدفاع الجوي سوخوي 30 للمرافقة الجوية لهذه المهمة، وتجسيد نطاق المهام الكبيرة لهاته الوسائل الجوية في عمق إقليم العدو. تتطلب هذه العملية درجة عالية من الكفاءة والتنسيق بين الأطقم. مرتبة القوات المشاركة في الاستعراض، استعد.
جيرو ما جينا الاولى وبعدها لما جينا شوف شتا جينا بعدها لما جينا تبع شوفها شوفها هاي روطة الثانية يا ولد شوف ينطلق الاستعراض العسكري بتقدم الفرسان القوى الضاربة الرئيسية في فترة المقاومات الشعبية ويمثله أفراد الفوج 11 للخيالة والمواكبة لقيادة الحرس الجمهوري ويقوده المقدم البح حمار. ما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب إن لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. وفي الخيل عزة لا يستطيع الإنسان أن يفهمها، إنها تحزن ولا تبوح وتتألم ولا تنكسر. نادى إلى الخيل المنادي أسود فوق أظهرها تجيب، وعقبان إذا دارت رحاها ونار يرتوي منها اللهيب. We'll be right back.
طلبة وطالبات ثانوية بليدة، وهم من يمثلون ذخيرة الأمة وسر القوة والتجدد فيها، والذين يقعوا على كاهلهم حماية مكاسب الأمة في الليالي الحالكات. وفي الأجواء يشاهدون تقدم سرب لطائرات القوات الجوية مكون من 19 طائرة للتدريب القاعدي من طراز فرناس 142، وخمس طائرات للتدريب القاعدي لطيران النقل. يلي مربع أشبال الأمة مربع القوات البرية، ويقوده العقيد العربي رفقة الرائد كنكوب أحمد، ويمثلانه طلبة الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هوارب مدين، وضباط تطبيق المدرسة العليا للمشاة الذين يمثلون مكان الواسطة من العقل في جميع التطورات التي شهدها الجيش الوطني الشعبي. ويقوده المقدم ميران ياسين، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا لتقنيات الطيران بالدار البيضاء والمدرسة الوطنية لتقنية الطيران بالكويدة، وهم مثل الصقور حادة المخالب التي تختزل الوطن في ذاتها وتمثل مجد الجزائر الدليل وماضيها المجيد. الدفاع الجوي عن الإقليم، ويمثله طلبة وطالبات مدرسة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بقيادة المقدم نوار حسان، وهم يمثلون بسلاحهم المظلة التي تغطي سماء الوطن من كل مباغت بيقظتهم المستمرة وأسلحتهم التي لا تخطئ الهدف. يعقبه مربع القوات البحرية، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا البحرية، ويقوده العقيد بن عوالي غالي، وكل واحد منهم يمثل الربان الذي يقهر الصعاب ويمخر العباب، وهم الإباء والشهامة وعزة الوطن والكرامة. يمر الآن أمام المنصة الشرفية مربع قيادة الدرك الوطني، ويمثله طلبة والطالبات وطالبات المدرسة العليا للدرك الوطني، ويقوده المقدم حديدي ربيع، وهم من يسهرون على أمن المواطن.
تراقبه مربع دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، ويقوده المقدم حناش نبيل، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا للإشارة، وهم من يكونون عصب المعركة الحديثة لمختلف الأسلحة. يليه مربع المديرية المركزية للصحة العسكرية، ويقوده المقدم ممنين محمد، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، وهم من يحافظون على صحة وسلامة أبناء قواتنا الباسلة إذا ما لاحت شعاعا واشتد أوارها. يعقبه مربع المديرية العامة للأمن الوطني، ويقوده عميد الشرطة غول زكريا، ويمثله الطلبة وطالبات مدرسة الشرطة للأمن الوطني، وهم من يضمنون الحماية للمواطنين داخل المناطق الحضرية والمجتمعات. ثم مربع المديرية العامة للحماية المدنية، ويقوده النقيب سليسي محمد، وهم من يمثلون العين الصائرة لحماية المواطنين والممتلكات خلال الطوارئ وإسعافهم في الحالات الحرجة. يعقبه مربع المديرية العامة الجمارك، ويقوده ضابط فرق خزام أبو بكر الصديق، وهم الذين يقع على كاهلهم حماية الاقتصاد الوطني من الفساد ومختلف الخروقات. ويتقدم الآن باتجاه المنصة مربع القوات الخاصة، ويقوده العقيد دهان محمد لمين، ويتكون من طلبة المدرسة العليا للقوات الخاصة الذين يمثلون العزة في جباهنا والحدة في حرابنا بقلوبهم الظاهرة التي لا تهاب الموت، لا بل تتمنى أن يراها الله في ساحل الفداء. وقولي للحاقدين عليك يا نافخ القمر الزاهي ليطفئه، تفنى قواك ولا يدري بك القمر، أو قولي يا ناطح الجبل العالي ليظلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. Thank you.
والآن تتقدم باتجاه المنصة الشرفية فرقة المزاود التابعة للفوج الأول للتشريفات لقيادة الحرس الجمهوري. والآن ينطلق استعراض الأتاد العسكري، يعتبر تعزيز القدرات الدفاعية من المبادئ الثابتة التي أولتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة عناية قصوى، وجعلت منه متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية، والذي تندرج في إطاره مختلف الخطوات والأعمال التي منفك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ينفذها بكفاءة واقتدار ضمن مختلف القوات وفي مختلف التخصصات. من هذا المنطلق عمدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،
إلى تجهيز قواتنا المسلحة بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة بالميدان، وإتقان التدريب عليها وجعله في الجيش الوطني الشعبي شرطاً أساسياً لصقل الكفاءات المتعددة وتهذيب المهارات والقدرات بشكل يضمن التكيف السليم مع مقتضيات العصر ومتطلبات المهام بنفوس متحفزة ومشبعة بروح المسؤولية حيال الوطن والشعب. وتتابعون الآن أيها السادة الأفاضل والسيدات الفضليات عرضاً عسكرياً لبعض النماذج من الأسلحة والعتاد الموجود بحوزة الجيش الوطني الشعبي والتي يمتلكها الجيش الجزائري للدفاع عن الوطن، كون الجزائر دوماً تسعى لاستتباب السلم والأمن في العالم وفقاً لما تنص عليه قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وبداية بسلاح المدرعات، وهو صنف من صنوف القوات البرية ويعتبر القوة الضاربة الرئيسية وأقوى وسائل الصراع المسلح، وتتخصص لتنفيذ شتى المهام في مختلف أنواع العمليات الحربية. بداية نشاهد على يسار المنصة الشرفية تقدم راتل سيريا الدبابات القتال T-55 المعصرنة، وهي دبابات قتالية مجنظرة مزودة بأسلحة قوية ودرع متين. وتجسيدا للقدرة القتالية والعمليات العالية لقواتنا الجوية والمستوى العالي في مجالات التدريب والتحضير القتالي، يقوم الآن صقور الجو الجيش الوطني الشعبي بتمثيل إسناد وحدات قوام المعركة، ويتكون التشكيل الجوي من 20 حوامة موزعة على عدة أسراب متعاقبة للنقل التكتيكي والدعم الناري والمناورة والبحث والإنقاذ والمراقبة الجوية والحماية المدنية. تتبع هذه الوحدة الفرعية وحدة فرعية أخرى من دبابات القتال T-62، والتي تعتبر دبابة قتال رئيسية مزودة بمدفع يار 115 ملم ورشاش خفيف موازي ورشاش مضاد للطائرات.
تعقبها وحدة فرعية ثالثة من دبابات القتال T-62 المعصرنة، وهي آلية لإسناد الدبابات في القتال، وتتخصص لتدمير الأهداف خفيفة التدريع والأفراد، مزودة بمدفع R-242 وقاعدتين لإطلاق الصواريخ، كل قاعدة بها صاروخين من نوع كوزيت لتدمير الأهداف ذات التدريع المدعم، مزودة بقاذف القنابل الأوتوماتيكي AG-30 ورشاش خفيف. وفي أجواء منطقة الاستعراض، طائرتان بدون طيار من طراز CH-4B في أجواء الاستعراض، تشاهدون تحليق طائرتين بدون طيار من طراز CH-4B الموجهة لمهام الاستطلاع والمراقبة الجوية وكشف وتحييد الأهداف الثابتة المتحركة بفضل تجهيزاتها الحديثة وأسلحتها المتطورة. طائرة أثبتت من خلال مهامها المنفذة ليلا ونهارا قدراتها العمليات العالية مع ضمان السرعة الفعالية والدقة بتنفيذ المهام الموكلة. والآن أمام المنصة الشرفية وحدة فرعية من دبابات القتال T-72 المعصرنة، وهي دبابة قتال رئيسية تتخصص لتدمير الأهداف المدرعة وخفيفة التدريع، مزودة بمدفع R-242 وطلقة صاروخ موجه أوجي ورشاش موازي ورشاش مضاد للطائرات ومنظومة لتوليد الستائر الدخانية. والآن تتقدم باتجاه المنصة دبابات القتال T-90، والتي تعتبر من أحدث الدبابات، مجهزة بأحدث التجهيزات ومزودة أيضا بنظام التشويش الإلكتروني، تتخصص لتدمير الدبابات والعربات المدرعة والقوى البشرية المعادية، لديها قدرة عالية على المناورة، مزودة بمدفع IR-125 mm وطلقة صاروخ من طراز انفار وبرشاش خفيف ورشاش مضاد للطائرات ومنظومة للحماية الديناميكية من الصواريخ. وقد أثبتت هذه الدبابة جدارتها في مختلف المناورات. Thank you.
ونشاهد الآن تقدم آخر للوحدات الفرعية لسلاح المدرعات BMPT ذات القدرة العالية على المناورة، مزودة بأسلحة قوية وفعالة وأجهزة متطورة لقيادة النيران وبحماية ديناميكية مدرعة ضد الوسائل المضادة للدروع، تناور بجانب المدرعات وتسندها خلال مختلف أنواع القتال في جميع الأراضي وخاصة منها المناطق الحضارية، وهي مزودة بمدفعين AF-42 ورشاشان موازيان وبقاعدتين لإطلاق الصواريخ الموجهة، كل قاعدة بها صاروخين من نوع أتاكا وبقاذفي قنابل. يلي هذا النوع من السلاح سلاح آخر لا يقل أهمية عن الأول، وهو سلاح المشاة الميكانيكية، حيث نلاحظ الآن تقدم وحدة فرعية بقوام سرية مشاة ميكانيكية على متن العربات القتالية المجنزرة BMP-2، والتي تتخصص لنقل أفراد المشاة ولإبادة القوى البشرية المعادية في العراء وخلف السواتر ولتدمير الدبابات والعربات المدرعة، وهي مزودة بمدفع من طراز AF-42 ورشاش خفيف يليها تقدم رتل وحدة فرعية بقوام سرية مشاة ميكانيكية على متن العربات القتالية BMP-1 المعصرنة الجيل الأول، وهي عربة قتالية مجنزرة لنقل أفراد المشاة ولإبادة القوى البشرية المعادية في العراء وخلف السواتر ولتدمير الدبابات والعربات، وهي مزودة بمدفع من طراز 2A-42 ورشاش خفيف وقاعدتين لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدروع برق وقاذف القنابل AG-30. يعقبها تقدم رتل وحدة فرعية بقوام سرية مشاة آلية على متن العربات BTR-60، وهي عربة قتالية مدولبة لنقل الأفراد
مزودة بأربعة منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع برق، قادرة على اجتياز الحواجز الطبيعية والاصطناعية، سريعة الحركة، تعمل ضمن قوام وحدات المشاة للقوات البرية. يليها تقدم رتل وحدة فرعية بقوام سرية مشاة آلية على متن العربات بتير 80، وهي عربة قتالية مدولبة ناقلة للأفراد مزودة برشاش مركب على البرج، وكذا بمنظومة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع برق. والآن تتقدم باتجاه المنصة الشرفية وحدة فرعية بقوام سرية استطلاع على متن العربات القتالية فوكس 2، وهي عربة مدرعة سداسية العجلات تستخدم للقيام بالمهام الاستطلاعية، مزودة بنظام الحماية ضد أسلحة الدمار الشامل، وكذا بنظام تحديد الموقع GPS، بالإضافة إلى منظومة إطفاء الحريق أوتوماتيكياً. ومن أجل زيادة الفعالية القتالية للعربة فوكس 2 تم تزويدها بمحطة قتالية نانوك للكشف والرماية يتم التحكم فيها عن بعد، وقد تم تجهيز هذه المحطة بقاذف القنابل الآلي ومدفع رشاش ثقيل وبرشاش خفيف، كما تم تجهيز محطة الرمي بقاذف قنابل الدخان وبجهاز قياس المسافة وكاميرا حرارية للرؤية الليلية وأخرى للرؤية النهارية. والآن نشاهد يسار المنصة الشرفية نماذج من وحدات الإسناد الناري من مدفعية الميدان والصواريخ.
فأمامكم الآن سرية الهاون 120 المكيف على عربة خفيفة لكل الميادين، مما أكسبه المزيد من قدرة المناورة وسرعة الحركة. يمكن استخدامه في مواقع النيران المستورة. يقدم الإسناد الناري السريع لوحدات الالتحام في مختلف أنواع القتال على مسافات الاشتباك القريبة والبعيدة مع العدو. يعقبها سرية الهاون 120 ذاتية الدفع على عربة مدرعة من نوع SM4 تعمل ضمن وحدات الاقتحام للمشاة البحرية والمشاة الآلية. تتميز بالقدرة العالية على المناورة وتحليل المعلومات وسرعة الرمي مع دقة الإصابة النارية. يمتاز بالفعالية لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية، خاصة المتواجدة على المنحدرات والميول العكسية. وقد زودت العربة برشاش مضاد للطائرات ومطلق للقنابل الدخانية. تعقبه سرية المدفعية المضادة للدبابات MT-12 المكيف على شاحنة مسطحة، مما أكسبه سرعة التحرك وقدرة المناورة في مختلف أنواع القتال. بالإضافة إلى قوته النارية، يتميز بدقة الإصابة ويتخصص لتدمير الدبابات والمدافع ذاتية الحركة والعربات القتالية وكل الأهداف الأخرى المدرعة. تعقبها سرية الهاوتزر 30 المكيف على شاحنة مسطحة، وهو سلاح متميز بإمكانيات نارية عالية، ويعتبر من أفضل أسلحة مدفعية الميدان في العالم. يمتاز بخفة ومرونة المناورة والقدرة على الرمي في جميع الاتجاهات، فهو ذو دقة عالية في إصابة الأهداف والقدرة على الرمي المباشر لمواجهة الدبابات والغير مباشر لتدمير القوى البشرية والوسائل النارية المعادية. أما الآن فتتقدم باتجاه المنصة سرية الهاوتزر ذاتي الحركة قفوزدخة عيار 122 ملم، وتتميز بالقدرة العالية على المناورة بالحركة وبالنيران. يستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية من دبابات وعربات مدرعة ومواقع المدفعية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية.
تعقبها سرية الهاوزر ذات الحركة أكاسيا عيار 152 ملمتر، وهو سلاح ذو أهمية نارية هائلة يستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية، وله القدرة على العمل في مختلف ظروف المعركة. أما الآن فتتقدم باتجاه المنصة الشرفية سرية مدفعية ذاتية الحركة مكونة من الهاوتزر PLZ-45 مركب على هيكل مجنزرة آلية ثقيلة، ويتميز بدرع قوية للحماية من الشظايا والأسلحة الخفيفة وقذائف المدفعية، وهو مزود بأنظمة حماية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والمواد النووية، يستخدم لتدمير سرايا المدفعية بعيدة المدى والمدفعية الصاروخية وتدمير وإسكات مقرات السيطرة ووسائل الحرب الإلكترونية وتدمير احتياطات ومؤخرات العدو. تعقبها سرية المدفعية الصاروخية BM-21، والتي تعتبر سلاح ذو قدرة قتالية عالية، تعمل في جميع الظروف المناخية، ذات قوة نيران ومدى رمي كبيرين، ولها القدرة على المناورة بالنيران والحركة، مما يسمح لها بتأدية المهام المسندة بنجاح. وتتقدم أمامكم الآن سرية المدفعية الصاروخية SR-5 متعددة المهام، تتميز بالفعالية والقدرة النارية الكثيفة والدقيقة مع ميزة سرعة الحركة والمناورة في مختلف مسارح القتال. هذا السلاح الذي أضاف المزيد من القوة للإمكانيات النارية لوحدات قوام المعركة لقواتنا البرية، ويمتاز بفتح النيران الكثيف والمركز، ويتخصص لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية في مناطق التحشد. يعقبه تقدم سرية المدفعية الصاروخية سمرش BM-30، والتي تعتبر سلاح فعال ذو قدرة قتالية عالية،
يعمل في جميع الظروف المناخية ذو قوة وكثافة نيران ومدى رمي كبير، يتميز بالقدرة التدميرية الهائلة للتجمعات المعادية بالعمق وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية في مناطق التمركز وأثناء المسير. وتمر أمام المنصة الآن سرية القاذف، والتي تم تصميمها على هيكل دبابة T90، وهي سلاح فعال ذو قدرة قتالية عالية تعمل في جميع الظروف المناخية. من مهامها تدمير الوسائل النارية والعتاد المعادي وتخريب التحصينات وتدمير وإسكات القوى البشرية المتواجدة في العراء وفي الملاجئ. والآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع التأمينات القتالية، وهو سلاح الدفاع الجوي بأنواعه من مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات، والتي يمتلكها الجيش الجزائري للدفاع عن الوطن، كون الجزائر تسعى دوما لاستتباب السلم والأمن في العالم وفقا لما تنص عليه قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وبداية تتقدم الآن الشاحنات المزودة بالمدافع الثنائية المضادة للطائرات من عيار 23 ملم، وتتخصص لتدمير الأهداف الجوية المحلقة على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جداً، وكذا تدمير الأهداف البرية خفيفة التدريع. وتتقدم الآن السرية المضادة للطائرات والمتمثلة بالعربات القتالية ذاتية الحركة شيكا، والتي تتخصص لحماية الوحدات الصديقة الأرتالي أثناء مسيرها والمنشآت الثابتة من هجومات العدو الجوي على ارتفاعات حتى 1500 متر، وكذلك يمكن أن تستخدم لتحطيم الأهداف الأرضية والآئمة والثابتة. ويوجد من ضمن تشكيل هذه السرية عربة شيكا معصرنة مزودة بمنظومة الصواريخ أرض جو صاعق. والآن أمام المنصة الشرفية سرية العربات القتالية المضادة للطائرات بونزير S1، وتتخصص هذه المنظومة لتدمير الطائرات والحوامات والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار التي تحلق بسرعة حتى 1000 متر في الثانية.
وتتقدم الآن باتجاه المنصة الشرفية منظومة الصواريخ أرض جو متوسطة المدى بوك، متعددة القنوات، ذاتية الحركة، ذات قدرة عالية على المناورة ومجهزة بوسائل مصممة لمواجهة المواقف الراديو إلكترونية المعقدة. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من على يسار المنصة تتقدم وحدات من القوات البحرية في تشكيل استعراضي، تتقدمهم الغواصة الونشريس، تتبعها الغواصة جرجرة، غواصتان من اللواء البحري 21 للسفن الغواصة، مفخرة أسطولنا البحري وقوته الضاربة، تحمل أسماء جبال كانت بالأمس دروعا احتمى بها مجاهدونا ولقنوه دروسا في الوطنية ونكران الذات، لتكون هذه الغواصات اليوم درعا يصطدم به غرور كل من تسول له نفسه المساس بحرمة هذا الوطن الغالي، إذ أن هذا النوع من الغواصات القاذفة للصواريخ يمتلك قدرة نارية كبيرة، يمكنها بالإضافة إلى مهامها المتمثلة في تدمير الغواصات والسفن الحربية المعادية باستعمال التوربيدات والصواريخ طويلة المدى بحر بحر، يمكنها أيضا وخاصة إصابة أهداف برية في عمق إقليم العدو بصواريخ بحر بر ذات تبديل المحيط على مسافات كبيرة وبدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة. أما الآن فتتقدم باتجاه المنصة الشرفية منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى S-300، وهي من المنظومات القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوي، فهي فضلا عن قدرتها على صد وتدمير الصواريخ الباليستية ومختلف الطائرات، فإنها مجهزة برادارات قادرة على تتبع 100 هدف ومتابعة والتقاط وتدمير 6 أهداف في نفس الوقت. تتقدم أمامكم الآن سفينة القيادة ونشر القوات قلعة بني عباس، قلعة من قلاع الجزائر المنيعة. يمكن لهذه السفينة حمل عدد من الحوامات ثقيلة كانت أو خفيفة والعشرات من العربات، يمكن استعمالها كمركز قيادة محمول لإدارة العمليات البحرية، ويمكنها نقل مجموعات من مغاوير البحرية بتجهيزاتهم وعتادهم الخاص بما في ذلك زوارق الاقتحام السريعة لتنفيذ عمليات بحرية خاصة على غرار عمليات المنع البحري واقتحام السفن. كما يمكن لهذه السفينة نقل أفراد مشاة ميكانيكية بعتادهم وإبرارهم على شواطئ غير مهيئة، يمكنها القيام بإسناد عملياتي للقوات العاملة في الاتجاه الساحلي مستعملة أنظمة مدفعية وأخرى مضادة للتشويش وأنظمة صواريخ مضادة للطيران، كما يمكنها ضمان الإسناد اللوجستي للسفن المشاركة في العمليات البحرية بما في ذلك الشق الطبي، كما تمكنها قدرة استيعابها الكبيرة المشاركة في المهام الإنسانية لإجلاء السكان من المناطق الساحلية التي تعرضت للكوارث الطبيعية والتكفل بهم صحياً. الآن أمام المنصة الشرفية وحدات الإسناد الناري من مدافع وصواريخ مضادة للدبابات، حيث تتقدم فصائل العربات الخفيفة لكل الميادين المزودة بالمدافع عديمة الارتداد SPG-9 وبقواعد إطلاق الصواريخ برق، والتي تتخصص لتدمير الدبابات والأهداف المدرعة والقضاء على القوى البشرية المعادية المجتمعة.
تليها فصيلة العربات القتالية بيرديم 2 المزودة بقواعد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع كونكورس. تتقدم فصائل العربات الخفيفة لكل الميادين. في المقدمة العربات المزودة بالرشاش الخفيف، يليها مباشرة العربات المزودة بالرشاش المضاد للطائرات، ثم العربات المزودة بالرشاش كابيفيتي، وفي الأخير العربات المزودة بقاذف القنابل AG-30. تبحر أمامكم الآن وبكل فخر واعتزاز الفرقاطة الرادع من القسم البحري للفرقاطات المتعددة المهام، عنوان القوة والشراسة، قدرتها القتالية العالية تمكنها من كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية العائمة منها والساحلية والأهداف التحتمائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية وتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية تحمل على متنها حوامتان قتاليتان ببدائل مختلفة مضادة للسطح، بإمكانها توجيه ضربات صاروخية ضد السفن المعادية بصواريخ جو بحر ومضادة للغواصات، قادرة على كشف وتدمير الغواصات بضربات توربيد انطلاقا من الجو. وتتقدم الآن باتجاه المنصة الشرفية العربات الخفيفة المدرعة لكل الميادين TD-110، وتستعمل هذه العربات لنقل الأفراد، مصممة للسير في المناطق الوعرة بنظام الدفع الرباعي وكذا في قتال المدن ودوريات الاستطلاع، ومزودة ببرج للرمي وطاقم من 6 أفراد. يليهم تقدم العربات الخفيفة القتالية هامر المصممة للسير في المناطق الوعرة والصحراوية، ثم عربة نمر 2، وهي عربة خفيفة مدرعة لنقل الأفراد مصممة للتنقل في مختلف التضاريس والمناطق الوعرة. يليها الآن عربات رباعية الدفع مدولبة مراب، يعقبها منظمة سلالم الاقتحام، وتعتبر من أحدث المنظومات التي أثبتت فعاليتها في الميدان. في هذه الأثناء نشاهد مجموعة من أفراد النخبة من القوات الخاصة الذين ينفذون بكل احترافية واقتدار قفزاً بالمظلات، وكلهم فخر واعتزاز بحمل الألوان الوطنية التي تزدهي بها الآن سماء جزائر التاريخ المجيد والعهد الجديد. يتبع الفرقاطة الغرابان المتعددي المهام على الميمنة الغراب الظافر، وعلى الميسرة الغراب الفاتح من اللواء البحري 51 للغرابات. هذه الوحدات المهابة لا تقل قوة ولا شراسة عن سابقتها، إذ أنه بإمكانها هي كذلك كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية والتحتمائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية والتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية تحمل على متنها حوامة قتالية ببدائل مختلفة
حسب المهمة المسندة مضادة للسطح أو مضادة للغواصات. والآن يتقدم باتجاه المنصة الشرفية أحد التأمينات القتالية وهو سلاح هندسة القتال. فبداية نشاهد مرور العربة القتالية المدرعة المدولبة OT-64 والتي تستعمل لنقل حظيرة قتال هندسية مع منظومة فتح الثغرات عن بعد، وهي عبارة عن حشوة متفجرة تقذف بواسطة محرك صاروخي لفتح الثغرات في حقول الألغام. تليها تقدم دبابة نصب الجسور MTU-20، يليها عربة فتح الطرقات EMR-3، تتقدم أمامكم الآن وراء الغرابين السفينة المدرسة الصمام، اسمها مخلد لإحدى همات محطات الثورة التحريرية المظفرة. فمنذ دخول هذه السفينة الخدمة ساهمت في إعطاء منظومتنا التكوينية دفعة قوية، حيث داب طاقمها وإطاراتها على تكوين تطبيقي نوعي للطلبة الضباط إطارات وقادة المستقبل. ويتقدم الآن في اتجاه المنصة الشرفية، بعض النماذج من المحطات الرادارية ومحطات التشويش المستعملة لدى الجيش الوطني الشعبي، حيث تمر الآن محطة رادار أرضي لتتبع المقذوف 1L-260 وتتخصص لتصحيح رمايات المدفعية. تليها محطة رادار كاستا 2O2 وتتخصص لكشف وتحديث الأهداف الجوية، ثم محطة التشويش على أنظمة الملاحة الجوية. ثم محطة التشويش اللاسلكي التقني ومحطة رادار متوسطة المدى. تبحر أمامكم الآن السفينة المضادة للغواصات رئيس قورسو من اللواء البحري 22 للسفن الدعم والحماية، صائدة الغواصات المهابة والمخشية، حيث يضمن هذا النوع من السفن مهام البحث والكشف وتدمير الغواصات المعادية. أما الآن فيمر على ميمنة السفينة المضادة للغواصات الغراب قاذف الصواريخ رئيس بربيار، منتوج وطني تم بناؤه بكفاءات وسواعد جزائرية على مستوى ورشات مؤسسة البناء والتصليح البحريين. ونشاهد الآن تقدم بعض النماذج من العتاد اللوجستي والذي لا يقل أهمية عن بقية ما ذكر سالفا. كما تتقدم أمامكم الآن سفينة الإنزال والدعم الإمدادي قلعة بني راشد من اللواء البحري 52 لسفن الإسناد، قلعة أخرى من قلاع القوات البحرية الجزائرية المنيعة. من مهامها الرئيسية نقل وإبرار المشاة على الشواطئ، استرجاع المغاوير من الشواطئ المعادية. تليها تقدم السفينتين كاسحتي الألغام كاسح 1 وكاسح 2، إذ علمتنا الحروب المعاصرة أن الاستعمال الواسع للألغام البحرية يلحق أضراراً كبيرة ليس للسفن الحربية فحسب، بل أضراراً تصل حتى المساس باقتصاد الدول وبأمنها الغذائي، إذ أن هذا النوع من السفن الحربية الذي أضحى لا غنى عنه كونه يمثل مكمن قوة للأسطول.
والآن تتقدم أمام المنصة الشرفية أربع شاحنات، شاحنتان مسطحتان رباعية الدفع وسداسية الدفع، تليهم شاحنة ورشة لتصليح الكهربائي وشاحنة أخرى للميكانيك العامة، ثم شاحنة ورشة لتصليح الدبابات مع شاحنة سهريج ثمانية الدفع. ثم شاحنة إخلاء وزن ثقيل ثمانية الدفع وشاحنة صهريج ثمانية الدفع أيضا، وأخيرا تقدم شاحنة رافعة مدرعة سداسية الدفع مع شاحنة جر وإخلاء. هذه بعض النماذج من الأسلحة التي يمتلكها الجيش الجزائري للدفاع عن الوطن، كون الجزائر تسعى دوما لاستتباب السلم والأمن في العالم وفق ما تنص عليه قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. ولتكتمل الصورة ولإبراز دور قواتنا البحرية في مجال الخدمة العمومية، تتقدم أمامكم جنبا إلى جنب قاطرتي أعالي البحار المساند والمنجد، رمز من رموز عزة الجزائر ووفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المصادق عليها. إن هذا النوع من السفن، والذي تعتبر الجزائر من الدول القليلة التي تمتلكه، يمكنها من الوفاء في حدود منطقة المسؤولية بالتزاماتها في مجال البحث والإنقاذ في البحر ومساندة السفن. ونشاهد الآن مربع دراجين ناريين للدرك الوطني بقيادة المقدم عيسان محمد كمال، والمتخصصين في الأمن المروري يتكفلون بتأمين شبكة الطرقات خاصة في المناطق الريفية والشبه الحضارية من خلال التوعية الوقاية والتحسيس لمستخدمي الطريق بتواجدهم باستمرار عبر شبكة الطرقات لتسيير وتسهيل حركة المرور والسهر على تطبيق قانون المرور لضمان السلامة لمستعملي الطرقات والحفاظ على ممتلكاتهم والحد من حوادث المرور. إن الأمم تخلد بتاريخها، والتاريخ يخط بأنامل صانعيه، والصناع رجال أخلصوا فأبدعوا، والإبداع صعب المراس، لا يروضه إلا ذو الهمم السامية والأنفس التواقة التي انمحت من قاموسها كلمة مستحيل. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذه اللحظات ترفع السفينة الشراعية المخطاف وتطلق أشرعتها مبحرة، وعلى متنها الطلبة الضباط للمدرسة العليا البحرية الذين أبوا إلى أن يؤدوا لكم التحية قبل انطلاقهم لتنفيذ الحملة التدريبية صيف 2022 تجوب خلالها لؤلؤة القوات البحرية البحر الأبيض المتوسط وترسو بعدد من موانئه. Thank you.
السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. يفتتح النسق الثالث للعرض الجوي، أين تقوم تشكيلات لصقور الجو بتجسيد مرحلة السيادة الوطنية، حيث يتقدم أمامكم تشكيل لثلاث طائرات للقوات الجوية الموجهة لمهام الدفاع والاستطلاع الجوي والجمع الإلكتروني من طراز ميك 25 في تنسيق وانسجام عمليات عالٍ. يتم تنفيذ هذا العبور باحترافية عالية، طراز راقي من التنسيق المحكم بين هذه الوسائل الجوية والاحترام الدقيق للارتفاعات والسرعات المحددة. باحترام المسافات وتوقيت الظهور، يتقدم تشكيل لثلاثية من الطائرات المقاتلة للدفاع الجوي ميك 29 الموجهة لضمان أهام السيطرة الجوية، المطاردة والدعم التكتيكي للقوات بفضل قدرتها الاستيعابية وخصائصها العملياتية وتفوقها في القتال الجوي القريب. يؤديها صقور الجو بأعلى قدر من الكفاءة والاحترافية لتعزيز حصن الحماية الجوية للأجواء السيادية الوطنية واستتباب مقومات الأمن والسلم في العالم وفقا لما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة المعتمدة. في أجواء الاستعراض سيقترب سرب الهرم القتالي مكون من 8 طائرات للإسناد والتوغل سوخوي 24 الموجهة لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة والدعم الجوي للقوات، لتزرع في أنفسنا الإحساس بالفخر والاعتزاز عبر أصوات محركاتها النفاثة. ينفذها أسياد الجو بنفسية متحفزة بحس الواجب الوطني، عاقدين العزم أن يظل الدرع الواقي والعين التي لا تنام لحماية وطننا المفدى. يختتم العرض الجوي بعبور سرب لثمان طائرات مقاتلة للدفاع الجوي من الجيل الرابع من طراز سوخوي 30 ضمن تشكيل الجناح التكتيكي الجوي القتالية لتجسيد قوة الردع الرهيبة لهذا المجمع القتالي. يجسد هذا العبور قدرة طائراتنا على المناورة وتحقيق التفوق الجوي، فحماكم الله يا نسور الجزائر، أنتم سادة الجو، دروع الوطن، فلا راية تعلو فوق رايتنا في هذا البلد الطاهر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر.
السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. نهاية مراسيم الاستعراض، اللواء سيدان علي المشرف العام على مراسم الاستعراض.